Okay guys, هذه تالت ريكوردينج ريجاردينج ذا سيركيلاتوري سيستم. نكمل عن اخر مرة وصلنا له. كنا وصلنا لعند ديتيل الارتريولز. الارتريولز طبعا البيزك ستراكشر طبعا هون ما بتفرق عن الارتريز اللي قبل منه وحتى الفينز، اكسبت ببعض الفروقات اللي علاقة. اول شيء بالنسبة لللومن، اللومن تبعه للارتيريوز تقريبا بيطلع قطره تقريبا هون الدايمتر تبعه شي 0.1 مليمتر مليمتر. اوكي، اما اللايرز تبعه للارتيريولار وول، الوول تبعه اللي هون كمان عندهم انتما وعندهم ميديا وعندهم ادفانتيشيا ما اللي برا. اوكي طبعا، بس الانديفيدوال تونكس او لايرز ذات ميك اب ذا وول اوف ذا ارتيريول ثينر. مثلا اذا بنحكي عن لارج ارتري ممكن نلاقي مثلا بالميديا، خاصه ان هو الاكثر شيء متحرك يعني بالنسبه للسايزز اوف ذا بلاد فيسلز هن الميديا بالنسبه للارتري. يعني اذا عندي لارج سايز ارتري بيكون الميديا لنقول شيء 50 او 40 او 50 لايرز اوف سموث ماسل. اذا ميديم سايز ارتري ممكن نلاقي 20 لايرز اوف سموث ماسل. اذا نجي على الارتري ممكن نلاقي 4 ل 5 لايرز اوف سموث ماسل. بينما الموست فاريبل تونيك بالنسبه للفين هو الادفنتيشيا اللي هي ثيكست لاير. يعني في عندي لارج فين ممكن ادفنتيشيا بسماكه معينه، عند سمولر فين بسماكه اقل، سمولر بسماكه اقل واقل. اوكي طيب، فاذا هولي هن ثلاثه لايرز، الانتيما الميديا وبعدين الادفنتيشيا. هو مش مبين كتير يعني في ديستنكشن يعني بين اللايرز حسب الكات والتحضير. This is another example. عفوا هون كنا حكينا هون هذا فين، هذا بدور على الارتريول هون، هذا هو الارتريول. اوكي، هذه الانتيما وهذا الميديا وهون الادفنتيشيا. بس هون عم يعملوا كومباريسون، هذا ارتريول وهذا فين. اوكي، هلا طبعا السمكه هي بتبلش عند الارتريول من هون لهون تقريبا، بعد الاوفر اول ثيكنس هذا يعتبر فين تقريبا، يعني فيك تقولوا ميديوم سايز فين. اوكي، ميديوم سايز فين. ولاحظين هون بالمناسبة الفرق، شوفوا اللومن وقت قلنا كنا نعمل كومباريسون، اللومن تبعه للفين أكبر من اللومن تبعه للأرتري. لاحظين؟ أوكي. يعني هلا يعني هلا هيدا ما في عنه لارج سارج فين، فينا نقول عنه مثل فينيول أكثر منه يعني فين. أوكي، بس بنحكي فينيول مقابله أرتريول. أوكي، ك ك كسايز يعني بشوفوا الفرق، اللومن هون اعرض كثير بينما من اللومن تبعه للارتريول، بس الاوفر اول ثيكنس اوف ذا وول اوف ذا ارتريول اكبر من الثيكنس تبعه للفين. كمان الفين عنده نفس التركيبه انت ميديا وادفنتيشيا. اوكي، بينما بنلاحظ انه هون مثلا هذا سمول بلاد فيسل، هون هذا كابيلاري، لاحظين هلا بنحكي عنه الكابيلاري بعد شوي. بينما بتشوفوا هون مثلا هذا اسمه الليمفاتيك فيسل، رح نحكي عنه اخر شيء كمان الليمفاتيك فيسل. اوكي، فاذا الارتريول هو تقريبا هو اخر تقسيم قبل ما نوصل لعندية الكابيلاري، يعني هو مقدمه البدايه. بعدين بده ينقسم الارتريول يصير كابيلاري. اوكي، بسموه كابيلاري باد. وبما انه قلنا الكابيلاري سيركيليشن مثل الكابيلاري بسموها مايكرو فاسكيوليتشر، فبيجينينج اوف ذا مايكرو فاسكيوليتشر از ريبريزنتد باي ذا ارتريول. الارتريول ريبريزنتي beginning of the microvasculature اللي هي ال blood circulation within the capillary. اوكي طيب، هلا اذا بناخذ هذه الصوره هي بتعطينا كمان schematic representation للارتريول وكيف بعدين بده يصير capillary. هذا الارتريول بعدين بصير capillary هون، بسموه هذا capillary bed بشكل عام، كل هذه اسمها capillary bed. بعدين بتكمل بصير في عندي اخر شيء شو هو بوست كابيلاري فينيول. بعدين بوست كابيلاري فينيول مع بوست كابيلاري فينيول بجمعوا بعضهم فروم ديفرنت سيلز اند تيشوز ليصيروا فين اكبر، فين اكبر مع فين اكبر، اخر شيء بفضوا اخر شيء بالنتيجه وين؟ باكبر فين اللي هو سوبيريور انفيريور فين كذا. وهذا بدكم تعرفوا انه نيرلي افري سيل ان ذا بودي كونتينز كابيلاري. اوكي، يعني الكابيلاري بيوصل تقريبا لكل سيل ان ذا بودي ليأمن الاكسشينج اوف نيوتريانس تو ذات سيل. بالنسبة للأرتريول اللي هي تعتبر آخر إند بالبرانشينج باترن تبعون للأرتري. أوكي، هذه الأرتريول ملاحظين إذا بتشوفوا هون في عندنا إنتي من هون، هون السيلز اللي هون إندوثيليال سيل، آه
الو، لحظه بس جاز محمد، ليك انا عم سجل هلا فيك احكي بعد شوي، بعد شي نص ساعه. شو قل لي؟ ما فرقاني معي بس خليني بس خلص، بعد شوي بدك وحده يعملوا طبعا. ما له الاسبوع الجاي هذا، لهذا الاسبوع، الاسبوع الجاي على كل حال. ايه على الاسبوعين هون هني، بس ثلاثة قسمتهم ثلاثة عشان الداونلود بس، يعني كنت بدي اتصل فيك بس خلص وخبرك انه تقول له. ها هلا عم يسمعوا، عم سجل وعم يسمعوا انا عم بحكي. انا على كل حال قل لهم بس هو منه طويل، بس انا طال الحكي معي ما لقيت طريقة تانية اني اعمل له كونسنتريشن، فكنت بدي اعمل لهم اثنين بس كنت بدي اعجل بالحكي. فلاني صاروا ثلاثة عمليا مثل اول شابتر، يعني عمليا بغطوا هذا الاسبوع والاسبوع الجاي. والزوم سيشن نكست ثيرسداي بتكون بخصوص الثلاثتهم، يعني ثلاثة ريكوردينج. اوكي اوكي طيب تكمل، يلا باي. اهلا محمد، الله معك، الله معك. اوكي هذا كان محمد الريبريزنتيف تبعكم، سمعت الحكايات اللي قلت لي اياهم. اوكي طيب بنكمل، في عنا الارتيريول هون، هذه الارتيريول. لاحظين انه في عندنا هو ذا لاير اوف الانتيما ميد اب اوف اندوثيليال سيل مع شوي سب اندوثيليوم تحتها. بعدين في عندي شيء اربع خمس لاير سبايرالي هيك ارانجد سموث ماسل فايبر كونستيتيوتنج ذا تيونيكا ميديا، وفي ثين ادفانتيشيا. اكيد هلا هذه مش مبينه هون، هذه بس سكيماتيك برزنتيشن. في كمان عندنا ثين ادفانتيشيا هون، بعدين تعطيك وصله صغيره بتفوت لهون لتعمل لي هون. هلا كل وحده من هول از كابيلاري، كابيلاري 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 كابيلاري، اول توجذر بنسميها كابيلاري باد. كل وحده من هول بسموها ترو كابيلاري. اوكي هلا عمليا شو هي كابيلاري؟ كابيلاري كنايه عن اندوتيليال لاير اوف سيلز بس، يعني مثل هذا اللاير الجواني هون، هذا لاير اوف اندوتيليال سيل عم بينزل لامينا، ما في شيء، بطل في عندي ميديا هون، بطل في عندي ادفانتيشيا. هذا الاكسبشن الوحيد بالنسبه للكابيلاري كومبير تو ذا اذر blood vessels. So it is only a layer of simple endothelial cells or simple layer of endothelial cells covered by a basal membrane or basal lamina. Okay. هلا بنرجع لهون على الارتريول. الارتريول اخر شقفة منه هون هي ارتريول، بعدين في شقفة هون بسموها ميتارتريول اللي بتفوت بتبلش الكابيلاري باد. واذا بكمل هون هذا الطريق اللي هون، يعني هون من هون وبالرايح هذا الازرق اللي هون بسموها ثوروفير شانل، ثوروفير شانل. اوكي هلا ملاحظ انه كل وحده من هول الوصله اللي بتوصل لتشكل لي بعدين الكابيلاري باد او الترو كابيلاري، كل وحده من هولي في عندي مثل كم سموث مسل محاوطه هذه النقطه وهذه النقطه وهذه النقطه وهذه النقطه. يعني محل ما البلط بده يفوت من عنديه الارتيريور عبر الميتارتيريور ليفوت على كل وحده من هول كابيلاري او ترو كابيلاريز، في عندي مثل سموث مسل هون حواليهم بس بتلعب دور سفنكتر بسموها ريلاكس بري كابيلاري سفنكتر. يعني سفنكتر يعني تصميم عضلي، هذا الكونتراكشن اللي هو سموث ماسل اللي هون اللي عمل الكونتراكشن بتوقف الفلو اوف بلاد من الارتيريور على جواته للكابيلاري بيد، واذا عملت ريلاكسيشن بفوت البلاد. هلا الطريقه انه الدم بس يجوز لهون بفوت على الكابيلاري بفوت ان بولساتايل مانر، بولساتايل مانر بمعنى انه بيعملوا كونتراكشن بتسكر ببطل يفوت الدم، بعدين تعمل ريلاكسيشن بفوت الدم، بفوت على دفعات يعني الدم بطريقه بولساتال او على دفعات. اوكي؟ تمام تقريبا بسموها هيدي فازو موشن، يعني بمعنى انه بتسكر و بتعمل كونتراكشن هول السموث ماسل سيلز على البوابات هون على المدخل انتو ذا كابيلاري بات 5 ل 10 مرات بالدقيقه، بسموها فازو موشن، يعني بصير يدخل الدم على دفعات، بسكر يوقف الدم ترخي بفوت الدم. اوكي وتذكروا انه الكابيلاري وقتها انها تقريبا 4 ل 10 مايكرومتر القطر تبعها من جوا، اللي هو اصغر من الـ من الـ من الدايمتر تبعها لمين؟ للريد بلاد سيل. عشان هيك الريد بلاد سيل از كونكيف باي كونكيف ات فولز اون ات سيلف ان اوردر لتفوت تايتلي، وهذه التايت انتري تبعها مطلوبه ان اوردر تو جيف ستاند فور ذا ريد بلاد سيل تو help release the oxygen تبعها during exchange مع ال neighboring tissues and cells. اوكي طبعا هلا بفوت الدم بصير في اكسشينج عبر كل ارجاء هال different parts of the true capillary او all together بسموه capillary bed.
عادة الـ most abundant type of blood vessels بالمناسبة بالبادي هن الكابيلاريز. يعني إذا بناخذ الكابيلاري كسيرفيس اريا تقريبا 90% of blood vessels, 90% of blood vessels أو blood vasculature يعني vessels within the body هن عمليا كابيلاريز، بحيث انه مجموع الكابيلاريز اول توجذر بتمثل بيعملوا مساحه ما يعادل 5000 متر سكوير، او اذا بنقيس طوله اللي هو الكابيلاريز اول اوفر ذا بادي بيعادلوا تقريبا 100000 كيلومتر. بس ان ترمز اوف فوليوم اوف بلاد يعني ات اني جيفن تايم الدم ذات از ايجكتد باي ذا هارت بده يوصل على كل الكابيلاري بالنتيجه. اذا بنقيس كميه الدم بريزنت اكروس اول كابيلاري عم يعمل بارتيسيبيتنج ان ذا اكشينج بيمثل 5% اوف توتال بلاد فوليوم. وبناء بالمناسبه كل البلد اللي بفوت على الكابيلاريز منه هو كله يعني هو اوكسجينيتد بلد بطبيعه الحال، وي دونت كونسيوم ات اول يعني ما بنيجي بنفضي كل الاكسجين منه. مين بيحدد؟ بيحدد الميتابوليك ستيت تبعه للسيلز اللي هو عم يتغذى من هالكابيلاري. كل ما كان في عندي تيشوز فيهم سيلز ذات ار هايلي ميتابوليكلي اكتيف، كل ما كان عمليه الاكسشينج اوف اوكسجين اللي هو محمل على الريد بلاد سيل وذين ذا كابيلاريز مع المحيط تبعه كل ما كان عندي هاي ريت اوف اكسشينج. كل ما كان عندي ليس ميتابوليكلي اكتيف تيشو بيكون عندي الريت اوف اكسشينج بيكون اقل. سو بيسكلي الريت اوف اكسشينج اكروس كابيلاري بيد بيحددوا مين الميتابوليك ستيت اوف ذا تيشو ذات از نورشت باي ذات كابيلاري بيد. اوكي طبعا في عندنا بعض التيشوز اللي هن هاي عندهم هاي ميتابوليزم مثل الكيدنيز والليفر والهارت والسكيليتال ماسل، بينما اذا بناخذ مثلا شيء مثل الكونكتيف تيشو او سموت ماسل بيكون عنده ميتابوليك ستيت واطي، وبالتالي الفاسكولاريزيشن او الكابيلاري اللي موجود ضمن سموت ماسل مثلا او الكونكتيف تيشو بيكون الريت اوف اكشينج شو اقل. اوكي بيكون اقل. اوكي هلا باك هلا هون في عندنا بالنسبه للارتريول، بعدنا عم نحكي على الارتريول، في عندنا احيانا بتصير الاكشينج بهالطريقه هذه. كنت عم اقول ان السفنكتر بتقطع البلد ليعبي الكابيلاري بيد هون. في عندنا شيء اسمه ثوروفير شانل في هذه الصوره كمان حي شايفينها هون مثل هالصوره، لما هول بيعملوا كونتراكشن سموث ماسل ببطل يفوت الدم يعبي الكابيلاري بيد، بصير الكابيلاري بيد امتي. يعني احيانا بيكون عندنا تيشوز هون ما بحاجه انه اعمل اكشينج معهم، وبالتالي ما في داعي يعني اعبي كل الكابيلاري بيد، وبالتالي هو بيعملوا ريلاكسيشن ليفوت كل الدم يعبي كل ارجائهم اللي هو ترو كابيلاريز، وبالتالي هو سفنكتر بيضلوا شو كونتراكتد او سموث ماسل كونتراكتد. بس يكونوا كونتراكتد بلاد بيقطع من الارتيريور عبر الميتارتيريور عبر شيء اسمه ثوروفير شانل ليوصل للبوست كابيلاري فينيول. اوكي هذه طريقه in order to improve efficiency of exchange حتى ما عبي ارجاء الكابيلاري for no need or for no need، خاصة لما يكون عندنا تيشوز ما عندهم ميتابوليزم عالي، وبالتالي بيقطع الدم من الارتريول مباشرة للبوست كابيلاري فينيور عبر هذا المسار بنسميه ميتارتريول ثوروفير شانل. اوكي طيب هلا this is another view كمان of the arteriole. هذا الارتريول is another هذا الوول تبعه. اوكي طبعا عنده انتما هذا endothelial cells هول تبعه الانتما، وهون الميديا شيء 4 5 layer of smooth muscle، وعندنا adventitia. This is another view of an arteriole. This is an arteriole كمان this is an arteriole. اوكي طبعا هلا ارتريول حتى بيجوا ان سايزز، يعني ممكن تلاقي 4 لاير سموث ماسل اوف سموث ماسل الميديا، ممكن تلاقي 2 لاير محل ثاني، ممكن تلاقي 3 لاير، ممكن تلاقي 10 لاير، كله اسمهم هول ارتريول. هلا طبعا بيصغر 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 اخر شيء بيصير عندنا بيجينينج اوف ذا كابيلاري. هذا ان اكزامبل اوف كابيلاري، لايك هذه 1 سيل هذه 1 سيل، عندنا سمبل لاير اوف سيلز محوطين بيزل لامينا ريبريزنتينج ذا كابيلاري. اوكي هذا نيرف هذه هون فين. اوكي نحكي عن الفين بعد شوي. طيب هذه كمان حتى هذه اللي مبين لكم هون مبين كبير كثير، هذه ريبريزنتينج شو لارج ارتريول، هذه لارج ارتريول. هلا مبين هون انه ممعوسه كولابست يعني ارتريول. اوكي طبعا هذا البلاد هو الاحمر هو البلاد، هون الانتما وهون الميديا وهون الادفنتج، هون مستعملين سبيشالستين ليظهرها بهالشكل هيدا. الارو هيد ريبريزنتد ريبريزنتينج
الاندوتيريال سيلز. يعني انا بشوفه هون الارو هيد، هذا الاندوتيريال سيل هيدي او هيدي، او جزء من الانتيما، وهون الميديا، ورا برا هي الادفانتيشيا. اوكي، هلا كولابس ليش؟ لانه عم تحكوا عن كادافر ميت او حيوان ميت، ونعمل له بروسيسنج لهالتيشو سكشن، وبالتالي ممكن يصير في كولابس. وبصير كولابس عاده كومبيرد مع الارتري، الارتري ما بيعمل هالكولابس اللي بيشوفوه بالفين. ليش؟ لانه ما في كتير الاستيك فايبرز ضمن الميديا، وبالتالي ات كولابسز. حتى بالكادافر، اذا عندكم كادافر وبتشوفوا ارتري بتلقطوه بتكبسوه للارتري، الارتري بتكبسوه بيرجع بيرد مثل ما هو، يعني بيعمل ريكويل. ليه؟ لانه الاسيستي بقلب الميديا عاليه. بينما اذا بتاخدوا فين وبتكبسوه للفين على كادافر بضل مكبوس، يعني ما بيعمل ريباوند او ما بيعمل ريكويل. ليه؟ نسبة لانه الاستيسيتي تبعيته منا عالية كتير تبعية الفين. اتفقنا على انه عادة الاستيسيتي بنحتاجها نحن بالارتري، خاصة عند شيء اسمه الاستيك ارتريز. اوكي؟ طيب. هلا فوتنا الكابيلاري مع الارتري، هون بنكمل مع الكابيلاري. هذا بناخذ سمبل باث وي للكابيلاري، بنعمل عيد. هذا هون عندنا ارتريول، بعدين بتفتح هون تذكروا ميتارتريول، بعدين هون ثورو فير شانل، بعدين بتروح بس هون بوست كابيلاري فينيول، او بالعكس يعني هذا الارتريول هون وهذا البوست كابيلاري فينيول، واللي جوا هون بمثل شو الكابيلاري بيد. هذا الباث واي الطبيعي الموجود اكروس بوست كابيلاريز ان ذا بودي. هلا اللي شايفينه تحت هو نموذجين ثانيين لتقسيم الكابيلاري، نموذجين ثانيين اللي هن اثنين سيستم موجودين ضمن البادي ما بيتبعوا نظام السمبل باث واي تبعوا للكابيلاري. كيف يعني؟ يعني في بعض المحلات ان ذا بادي they follow شيء اسمه special way، special way ال special way of انه يوصلوا الدم على محل ما هن موجودين، او بمعنى تاني ببعض المحلات مثل هذا النظام، هذا السيستم اسمه ارتيريو فينس شان، وفي سيستم اسمه بورتال سيستم. شو يعني هون؟ يعني انا مثلا اذا باخذ السكن، بالسكن تحت السكن ما عندي البلاد فيسز هيك شكلها، بيجي ارتيريول كابيلاري باد بعدين بوست كابيلاري فينيول. عندي هذا النظام اللي هو ارتيريول، وفي عندي كابيلاري، هذا هو بكمل هون، هذا هو الكابيلاري، وفي عندي بوست كابيلاري فينيول. بس في فرق، شو في عندي؟ هي الوصله من هون لهون، هذا الوصله اللي ذات باي باسز الارتريول باي باسز كابيلاري باد، بيوصل مباشره لعندي البوست كابيلاري فينيول. هاي بسموها ارتيريو فينس شانت. شو يعني هيدي؟ هلا هذا البلاد فيسل اللي هون، هذا اللي هون، هي الباي باس هيدي او الشنط، بسموه الشنط، يعني الشنط او وصله ما بين الارتري او الارتريول والفينيول هون. هذا الشنط موجود تحت السكن مثلا، هذا النظام هذا موجود تحت السكن. هلا شو الفرق عن الفوقاني؟ انه انا مثلا تحت السكن، لانه السكن انفولف بعمليه الثيرمو ريجوليشن. شو يعني الثيرمو ريجوليشن؟ اللي هو المينتنس اوف كونستانت بلاد بريشر in the internal environment. انا هلا بدي احافظ على constant blood pressure جوات التيشوز، جوات البادي تبعي بالتيشوز، هذه بسموها thermoregulation، regulation of internal body temperature. لحتى اذا عليت الحراره جوات التيشوز او وطيت، انا لازم ردها back to normal. مين عم يعمل لي هالنوع من الريجوليشن؟ احد الاسباب لتو ريجوليت الانترنال بودي تمبرشر، اذا كانت لو بنعليها باك تو نورمال، اذا كانت هاي بنعليها باك بنوطيها باك تو نورمال، هو وجود هذا النوع من الارتيريو فينس شنط. هذا الارتيريو فينس شنط كونكتد له نيرفز، اوكي، في نيرفز معاملين ستيميليشن معه. شو دورهم؟ بدي افترض انه مثلا الانترنال بودي تمبرشر اني واطي وصل بكولد ويذر، اوكي، بتوطى الحراره بالتيشوز، بتصير مثلا قول 30، انا لازم تكون 37. مين بده يعلي لي اياها باك على 37؟ بدي يعليها 7 درجات، من 30 ل 37، لانه هيك السيلز بيشتغلوا ضمن هذا الاوبتيمال تمبريتشر. في نوع من الثيرمو ريجيليشن بصير، لانه وجود هذا النوع من الارتيريو فينس شانت اللي بصير انه النيرفز ستيميليت هذا السموث ماسل وذين ذا وول اوف ذيس بلاد فيسل اللي هون، اوكي، هذا الشنط اللي هون، ساعتها شو بيعمل؟ ستيميليتد تو كونتراكت، باي كونتراكت شو بيعمل؟ بضب البلاد فيسل.
بس يدوب البلاد فيسل بطل يقطع فيه الدم كتير. لما انا بدوب البلاد فيسل بطل يقطع فيه دم كتير، ساعتها هذا الشيء it will conserve temperature. بمعنى ليش؟ لانه temperature هي نوع من الانرجي that is carried by blood. اذا وصلت على على البلاد فيسل اللي موجود تحت السكن، كونه بالسكن قريب من السيرفس، في ميكانيزم بسموه convection. هلا بدي فوت التفاصيل، انه بتنتقل الحراره من منطقه اللي هي هاي تمبرشر تو ان اريا اوف لوور تمبرشر. طيب اذا انا هلا موجود هون بالسكن هذا البلاد فيسل، وبرا بالانفايرمنت في عندي كولد ويذر لو تمبرشر، اذا انا بقطع البلاد، اوكي البلاد اللي حامل الانرجي اللي هي الحراره راح ينتقل من منطقه السخنه اللي هي جوا لمنطقه برا. اوكي بقى هذا اذا كان البلاد عم يمشي بشكل طبيعي. هذا السيستم اسمه كونفكشن، ديسيبيت هيت، بيصرف الحراره. انا لما بكون الانترنال بادي تمبرتشر واطيه، فانا لي مصلحه اصرف حراره، بدي احبس الحراره جوا. سو اف اي وونت تو كونسيرف تمبرتشر اي نيد تو كونتراكت ذيس بلاد فيسل من خلال النيرف اللي هون، بخليه يعمل كونتراكشن بضب، وبالتالي بيخفف البلاد فلو، وبالتالي بيمنع هذا البلاد اللي هو حامل هالانرجي اللي اسمها الحراره تتبع نظام الكونفكشن، وبالتالي تتسرب من جوا لبرا. فهذا الشنط عمليا، وبالعكس بالمناسبه اذا كانت التمبريتشر عاليه بالعكس بصير جوات الانترنال بادي تمبريتشر، انا لي مصلحه تو ديسيبيت هيت، يعني صرف الحراره لبرا، ساعتها هون بطل اعمل فازو كونستريكشن، خلي النيرف تعمل ديستيميليشن، بتعمل لي فازو دايليشن، بيوسع البلاد فيسل، بيزيد دفء الدم جوات هذا البلاد فيسل، ودفء الدم اللي حامل الانرجي اللي هي الحراره باي كونفكشن ات ويل ديسيبيت تو ذا اوتسايد، لانه برا هو اللور تمبريتشر. بالطريقه هذه بخلي الحراره تتسرب لبرا، وبهالطريقه هذه بكون عم وطي الحراره ان ذا انترنال بادي انفايرمنت. سو بيسكلي هذا الارتيريو فينس شان هو بيتحكم في نيرفز موجود تحت السكن، هدفه يساهم بعمليه الثيرمو ريجوليشن او ريجوليشن اوف ذا انترنال بادي تمبريتشر باي ايذر فازو كونستريكشن او فازو دايليشن، او بمعنى الثاني باي either dissipating the heat من خلال هون اللي هو قريب من السيرفيس، او باي conserving heat. في عنا سيستم تاني كمان اوف arteriole بيشبه هيدا، بيجي عنا هون arteriole بنفوت على capillary، والكابيلاري موصول بوصله بسموها portal vein into another capillary network. اوكي يعني هذا الفين اللي بيوصل one capillary network to another capillary network بنسميه portal vein. هذا النظام of arteriole capillary distribution بسموه portal system. portal system شو يعني portal system؟ في عنا نوعين من portal system، في واحد اسمه hypothalamic hypophysial portal system، واحد اسمه hepatic portal system of the liver. شو يعني؟ يعني انا خده بالليفر مثلا، هلا انا بس اكل الاكل، اوكي النيتريس عادة من تمصن الانتستين بده يروحوا على البلاد، فوتوا على السيركيوليشن. هلا في طب سيستم هونيك موجود انه الاكل بيروح على كابيلاري، على نتورك موجوده بالوول تبعو الانتستين، هي اول كابيلاري نتورك موصوله من خلال بورتال فين على كابيلاري نتورك ثاني موجوده وين؟ بالليفر. هلا شو عم بعمل انا؟ بدل ما اخلي النيتريس تو بي ابزورب من الانتستين انتو دي سيركوليشن مباشرة ويمشوا بقلب الدم بالدورة الطبيعية، لا انا فوتن على هالكابيلا نتورك الموجودة ضمن الانتستين اللي هي موصولة من خلال بورتال فين على انذر كابيلا نتورك موجودة وين؟ ضمن الليفر. يعني عمليا انا عم باخذ النيوتريانس بقلب الانتستين على هالكابيلا نتورك، وباخذهم على كابيلا نتورك على الليفر. ليش؟ لانه انا بالليفر هذا الاكل اللي عملت له ابزوربشن له شغل بدي يقوموا عليه مين؟ السيلز تبعوا الليفر اللي هن الهيباتوسايت. يعني مثل مثلا الجلوكوز بحولوا لجلايكوجين وبخزنوا وين؟ بالهيباتوسايت. في بعض مثلا لانه في عندي ماشينري اوف انزايم ضمن الليفر سيلز الهيباتوسايت، فاي شيء ممكن يكون توكسيك ابزورب مع الاكل بعمل له ديتوكسيفيكيشن وين؟ ضمن الهيباتوسايتس تبعوا للليفر. اوكي؟ اذا في شيء مثلا باثوجينيك بيعمل له فاجوسايتوسي، لانه في سيلز هونيك اسمه كفر سيلز بيلعبوا دور الفاجوسايتوسي. بينما لو كنت تركت النيوتريانس يروحوا مباشرة على السيركوليشن، ما كان في بالإمكان انه شو اعمل هول الوظائف اللي هي storage of glucose into form of glycogen, detoxification of toxic compound, phagocytosis of pathogens وغيرها. ففي عندي هذا النظام انا مطلوب يكون عندي ما بين الانتستين والليفر،
هلا من الليفر بس ينعمل هذا الشغل اللي عملناه، من الكابيلر بنفوت على سيركيوليشن. اوكي، فهذا السيستم معمول لحتى فيما لو كان النيوترينتس راحوا على البلد مباشره ما كنت انا بقدر اعمل هالوظائف. هذا انا مضطر يكون عندي هذا السيستم لانه الليفر بحاجه تعمل مجموعه من الوظائف على الاكل ابزورب ان ذا انتستين بيفور ليتنج ذا نيوترينتس انتر ذا بلاد سيركيوليشن العاديه. هذا اول سيستم اسمه هيباتيك بورتال سيستم اوف ذا ليفر. السيستم الثاني اللي هو اسمه هايبوثالاميك هايبوفيزال بورتال سيستم، اللي هو نفس الشيء في كابيلاري ورك نتورك موجوده بالهايبوفيزز اللي هي بيتويتري جلاند واند هايبوثالاموس. طيب نحن هذه اللي بقدر نحكيها على الاندوكرين سيستم. بالنسبة للهايبوثالاموس بيصنع مجموعة من الهرمونات اللي هو بنبعته ليروحوا يعملوا ستيموليشن لمجموعة من الجلاندز من ضمنهم البيتويتري جلاند. طب انا لو كان هول الهرمونات اللي هن بده يحفزوا البيتويتري جلاند تو سيكريت مجموعة من الهرمونز مثل الهيومن جروث هرمون، مثل الاوكسيتوسين، مثل البرولاكتين، مثل الانتي دايريتيك هرمون، نحكي عنهم هون بالاندوكرين سيستم. على كل حال البيتويتري جلاند معنية ب release of 9 different important hormones. مين عم بيخلي هالبيتويتري جلاند تكب هالهرمونات؟ other hormones secreted by the hypothalamus. طيب معناته انه الهايبوثالامس اللي يقدر يتحكم بال release للهرمونات تبعوا البيتويتري جلاند بحاجه لهرمونات من عندية الهايبوثالامس. بس لو كان الهايبوثالامس بيفرز هرموناته وبكبه مباشره بالسيركيوليشن، ممكن انه while circulating هالهرمونات تبعوا الهايبوثالاميك هرمونز يعني might be degraded، وبالتالي ما بقدر انا اللي بده يصير يلفوا بكل البادي قبل ما يوصلوا لعنديه البيتوتري جلاند ليخلوها تفرز هذا الهرمون او هذاك الهرمون. مش اكيد انه هول الهرمونات لو كانوا انكبوا بالدم انه يوصلوا باك على البيتوتري جلاند ويعملوا لي بيتر كنترول، لانه ممكن يتعرضوا لديجراديشن. فان اوردر تو افويد ذا ديجراديشن اوف ذا هرمون ذات ار سيكريتد باي ذا هايبوثالامس، بدي انا مثل شورت كات او طريق داخليه. فعشان هيك اجى مين هذا الهايبوفيزل هايبوثالاميك بورتال سيستم، بحيث انه الهرمونات سيكريتد باي ذا هايبوثالامس اللي هي بيتحكموا بالريليس اوف هرمونز اوف ذا بيتويتري ينتقلوا من الهايبوثالامس للبيتويتري. هي الطريقه الداخليه من خلال هذا اسمه هايبوفيزال هايبوثالاميك بورتال سيستم. يعني كابيلاري نتورك وذين ذا هايبوثالامس، الهايبوثالاميك سيلز بكبوا الهرمونات تبعهم ضمن هيدي الكابيلاري نتورك، موصولين ببورتال فين على كابيلاري نتورك موجوده وين ضمن البيتويتري جلاند. بس يوصلوا هول الهايبوثالاميك هرمون للكابيلاري نتورك الثانيه، بفوتوا على البيتويتري جلاند وبحفزوها ليكبوا الهرمونات المطلوب انها تكبون. بهالطريقه بكون انا امنت بيتر كنترول فور ذا ريليس اوف ذا هرمونز باي ذا بيتويتري جلاند. بينما لو كانوا الهايبوثالاميك هرمون راحوا مباشره على السيركيوليشن كان ممكن يتعرض لديجراديشن، وبالتالي ما يعملوا لي بيتر كنترول على الريليس اوف هرمون باي ذا بيتويتري جلاند. اوكي، هول اثنين سيستم فاذا حكينا عنهم. باك على الكابيلاري، الكابيلاري بدنا نقول عنه انه هن اصغر حجم بالبلاد فيسلز، هن مؤلفين من سمبل لاير اوف اندوثيليال سيلز كفر باي بيسل لامينا او بيسل تمبرين. وعاده حوالين الكابيلاري بيكون محوطهم سيلز بسموهم بيريسايت. يعني هذه كابيلاري هلا ما شايف الوول قديش تن تبعها، اوكي بس اندوثيليال سيل، وحواليها في سيلز اسمها بيريسايت بالها مايوسين واكتين، يعني عندها كونتراكتايل فانكشن. يعني هيدي البيريسايتس هولي ميزانكيمال سيل عندهم كونتراكتايل فانكشن، موجودين حوالين الكابيلاريز عاده، واللي وايل كونتراكتنج ذي هيلب يعني بروبيل بلود اكروس كابيلاريز. اوكي، خلال عمليه الاكسشينج. هيدي انذر فيو اوف ذا مايكروسكوبيك سكشن اوف ذا كابيلاري، هيدي كلها اسمها الكابيلاري. شايفين هيدي الاندوثيليال سيل، هذا النيوكليوس تبعها، وهيدي امتدادات الاندوثيليال سيل، وبرا في عنا بيسمنت ما هون عفوا في بيسمنت ممبرين احي. اوكي، هذا كله بيسمنت ممبرين. طيب شو في حواليها هون؟ هذه هي البيريسايت، هول السيلز موجودين حوالين الكابيلاري، والبيريسايت عندها اتس اون بيزل لامينا، هذه كمان عندها بيزل لامينا من هون، والكابيلاري هي عندها بيزل لامينا من هون. اوكي، فعلى طول ماشي مثل حضنط الامين للكابيلاري هذه البيريسايت، وعندها دور الكونتراكشن لحتى تساعد انه يمشي الدم بقلب الكابيلاري. كمان عندها وظيفه ثانيه هذه البيريسايت حوالين الكابيلاريز، اللي هي انه ممكن لما يتعرض الكابيلاري وول او بلاد فيسل معين لدامج، انه ممكن كان بروليفريت هذه الكابيلاري تتحول لسموث ماسل سيل، تتحول لسموث ماسل سيل
عند البلاد فيسل بيتعرضوا لدامج وبيصير في دامج لسموث ماسل سيل، فهذه البروليفريشن لهالبيريسايت اللي بتتحول لسموث ماسل سيل لتعوض سموث ماسل سيل ذات وير دامج ان ذا وول اوف ا سيرتين بلاد فيسل. فعندها هيدي الدورين. هول الكابيلا اللي عم نحكي عنهم في ثلاث اشكال منهم، اوكي؟ هول هن الثلاث اشكال تبعوا الكابيلاري. هلا هيدي الشكل الموست كومون تايب هو هذا اللي هو كده عم سمبل لاير اوف اندوتيليال سيلز ومحوطين بهي البيزمنت ممبرين او البيزل لامينا، اوكي؟ هذا الموست كومون تايب هن هول. هون نوع اكثر نوع موجودين ان اور بادي بسمون كونتينوس كابيلاري. المعيار على التسميه هو شكل الاندوتيليال سيل وشكل البيزل لامينا او البيزك ممبرين. الكونتينوس تايب يعني عندهم لاير عادي، سيلز عاديات ما فيهم هيك فتحات، والبيزل لامينا كومبليت كامله حوالين الكابيلاري. هول الموست كومون تايب اوف كابيلاري اللي اسمهم كونتينوس كابيلاري. هلا وين بنلاقيهم هول الكونتينوس كابيلاري؟ بنلاقيهم ب يعني بستراكشر مثل المسل مثلا، يعني الكابيلاري اللي هن ذات نورش المسل هن اوف ذا كونتينوس تايب. بنلاقيهم كمان وين؟ بالكونكتيف تيشو، بنلاقيهم باللونجز، بنلاقيهم بالاكزوكرين جلاندز، وبنلاقيهم بالنيرفس تيشو. كل هول ستراكشرز كونتين اي نوع كابيلاري، كونتينوس كابيلاري. طيب هلا بنلاحظ انه في بعض الاورجان الثانيين عندهم نوع ثاني من الكابيلاري اللي هو نفسه، يعني عندنا اندوتيليوم على طول، على طول في عندنا سمبل اندوتيليوم ومع بيزل لامينا، بس بتلاقي شكل الاندوتيليوم بخوش مثلا هون. هول سمول هولز وذين ذا اندوتيليال سيل بسمون فينستريشن. شو اسمهم؟ فينستريشن، اوكي؟ يعني من فنات، فنات بالفرنسي يعني شباك، عنده شبابيك صغار بسمون فينستريشن. وكمان البيزل لامينا از كومبليت، مش مبخوشه ولا شيء اخ منها، بتلاقيها كونتينوس بيزل لامينا. بس الفرق انه الاندوتيليا سيلز ار فينستريتد اور هاف فينستريشنز، اوكي؟ هيدي الريد بلاد سيل جوا. هلا شو هيدي اهميتهم فينستريشن؟ لانه هلا مثلا بالستراكشرز اللي عندهم هالكونتينوس كابيلاري بيكونوا النيوتريانس اللي بيعملوا اكشينج مع هور ستراكشر مثل كونكتيف تيشو قلنا عنهم، اكزوكرين جلاند، لانجز، ماسل اكسترا، بيكونوا هول طبيعه النيوتريانس اللي عم بدهم يتبادلوهم مع هيدي الكابيلاري، اوكي؟ نوع الموليكول في منهم ليبيد سوليبل، في منهم ووتر سوليبل، اوكي؟ اللي هن الليبيد سوليبل بيقدروا يخترقوا مثلا هيدي السيل من هون عبر الليبيد باي لاير بيطلعوا لبرا. والسايز تبع هالموليكول بيكون شو؟ قادر يقطع من خلال الفتحات ما بين الاندوتيليال سيل، او انه بيكونوا هو موستلي ليبيد سوليبل سبستنسز، اوكي؟ واللي هن ووتر مثلا قد يكونوا يقدروا يقطعوا من خلال وين؟ الفتحات ما بين الاندوتيليال سيل والثاني. يعني هلا عمليا مجموعة تيشوز طبيعة الميتابولايت نيدد باي ذوز تيشوز قادرين يقطعوا من خلال هذا النوع من الكونتينوس كابيلاريز. بينما بتاخذوا هذا النوع مثلا اللي هو فينستريتد كابيلاريز، هذا هو بنلاقيه بالكيدنيز، بالانتستين، بالكورويد بلاكسس، بالاندوكرين جلاند. طيب هلا معناتها اذا عندي انا اندوكرين جلاند عم تصنع لسي هرمون معين، اوكي؟ وهذا الهرمون بده يفوت على الدم. طب بده يفوت على الدم بده يفوت عبر هالكابيلاري ليصير جزء من السيركيوليشن، لانه الهرمونات هن لارج مولكيول، فمعناتها انه يمكن المولكيول اللي هن عم ينصنعوا ما بيقدروا يقطعوا من خلال الليبيد بايلاير، منه الليبيد سوليبل، ووتر سوليبل، والسايز تبعهم كبير كثير لحتى يقطع من خلال الفتحات ما بين الاندوتيليال سيل. عشان هيك بالاندوكرين جلاند انا بحاجه يكون عندي هذا النوع من الكابيلاري اللي عنده هون نوع من الفنستريشن in order to accommodate the large size of hormones secreted by the endocrine gland. وبالتالي ساعتها هذا المولكيول الفلاني من الهرمون الفلاني لتقدر تفوت على السيركيليشن ضمن الاندوكرين جلاند بدها يكون عندها الفتحات لتقدر تستوعب السايز تبعه للهرمونات secreted by the endocrine gland. اوكي؟ ونفس الشيء بالنسبه للاذر ستراكشر مثل الانتستين وغيرها. بينما بتلاحظوا في نوع ثالث شو اسمه؟ ساينوزويد. ليكو هذا الساينوزويد ما عندكم كومبليت اندوتيليال سيلز مثل شقف اندوتيليال سيلز، وبيناتهم في هول فتحات ما بين السيلز كبار كثير مثل هون، اوكي؟ والبيز اللامينا از ديسكونتينوس مانا كامله. هذا النوع من الكابيلاري بسموه ساينوزويد. ساينوزويد بنلاقيه اكثر شيء بالليفر، بنلاقيه بالسبلين، بنلاقيه ببعض الاندوكرين اورجن، بنلاقيه بالبون مارو. بون مارو، طب نعطي اكزامبل بون مارو هو واضح كثير، يعني انا بقابل بون مارو بالعظم، بون مارو بيصنع الريد بلاد سيلز. الريد بلاد سيلز هن لارج سيلز،
هلا اذا انا عندي بون مارو بيصنع الريد بلا سيل، مش بس بصنع الريد بلا سيل ببعتهم على الدم ليصير جزء من السيركيوليشن، طب هو كيف بده يفوتوا على الكابيلاري هون؟ اذا كان عندي هذا النوع من الكابيلاري ضمن البون مارو، الريد بلا سيل ما قادره تفوت لا من خلال الليبيد بالير، لا قادره تفوت من خلال الفتحات هون بين السيرف، وما عندها فينستريشن، وما بتقدر تفوت من خلال النوع لانه السايز تبعول الريد بلا سيل اكبر بكثير من هون الفينستريشن، وبالتالي بحاجه لهالنوع من الكابيلاري اللي عنده فتحات كبيره ضمن البيزل لامينا وضمن السيلز نفسهم لحتى الريد بلاد سيل تفوت من هون وتصير جزء من السيركيوليشن. اوكي سو محل ما في عندي فيري لارج مولكيولز، اوكي حتى الليفر كمان مثلا الليفر ليش عندها سينوزويد؟ لانه الليفر هو موست بلازما بروتينز، موست بروتينز اوف ذا بلاد بلازما هن سينثيسايز باي ذا ليفر وهن اكستريملي لارج بروتينز، وبالتالي بحاجه لهالنوع من الكابيلاري لحتى الليفر بس بده يدخلهم على يدخلوا من الهيباتوسايت تبع الليفر على السيركيوليشن يقدروا يدخلوا من خلال اللارج سايز طبعا. اوكي هول ثلاثة تايب اوف كابيلاريز. طيب هلا ال بالمناسبه بس في لفت صغيره هون، ميديكال كونديشن اذا بتاخذوا مثلا هذا الكابيلاري، الاشخاص اللي عندهم ديابيتس مثلا اللي بيصير انه الديابيتس بيؤدي ليصير في عندي ثيكنينج لمين؟ للبيسمنت تمبرين، ما بالنهايه هول كابيلاري من خلالهم بتصير عمليه الاكشينج، يعني هلا اي نيوترينس بيطلع من هون عبر الاندوتيليال سيل عبر البيسمنت تمبرين بيطلع لبرا على التيشو السيل. طيب اذا انا واحد عنده ديابيتس بيصير في ثيكنينج بالبيسمنت تمبرين، لما يكون في ثيكنينج فيها بتصير عمليه الاكشينج ما بين الكابيلاريز والتيشو صعبه كثير. هذا النوع من الثيكنينج ان ذا بيسمنت تمبرين ديو تو ديابيتس بيسموها ديابيتيك مايكرو انجيوباثي، ديابيتيك مايكرو انجيوباثي. وبالتالي عشان هيك على اللونج ران الاشخاص اللي عندهم ديابيتس من ويل تريتد هذا بتصير عمليه الاكسشينج عندهم اكروس كابيلاري صعبه، وبالتالي بيصير في عندي ريدكشن اوف نيوتريانس على سيلز والتيشوز ومن ضمنها اوكسجين، وبالتالي ممكن يصير يعملوا اسكيميا ويعملوا دامج لكثير من التيشوز لانه ما عم يوصل لهم اديكوت اماونت اوف اوكسجين اند نيوتريانس. اوكي طيب نيجي على الفينيول والفين، ما في شيء نقدر نقوله اكسبت انه هذه قبل في هذه الكترون مايكروسكوبي سكشن اوف ذا كونتينوس كابيلاري، يعني هذا البيسمنت ممبرين شايفينه هون بيزل لامينا من برا هون، هذه اندوتيليا سيل وحده هي النيوكليوس تبعها، اوكي وهذه امتدادات السيل وهذه امتدادات لسيل ثانيه، عاده بتلاقي 1 سيل مع سيل ثانيه بيعملوا جانكشنال كومبلكسز بيناتهم، اوكي هذا بسموه جانكشنال كومبلكس ما بين 1 اندوتيليا سيل ان انذر اندوتيليا سيل، وهذا اللومن تبع الكابيلاري، اوكي وهذه البيزل لامينا تبعها، وهون ما بعد مبين هذه اطراف البيريسايتس، اوكي هذا جزء من البيريسايت هون اللي هي هول الكونتراكتايل سيل سراوندينج ذا كابيلاري، اوكي هذا بسموها بيري سايتوزويد سبيس، شو بدنا يعني space around the capillary. That's another section of capillary. كمان هذه كلها capillary. هذا النيوكليوس تبع لها الكابيلاري. وهذا امتدادها. وهذه شقفة تانية from another endothelial cell. هذه شقفة تانية from another endothelial cell. وهذا هو البيزل لامينا حوالين الكابيلاري. اوكي؟ اوكي. هلا هون احيانا اذا عندك fenestrated capillary. هذه فينستريتد كابيلاري، هو الارو بيدلوا على الفينستريشن الفتحات ضمن السيل، ما بينين كثير لانه احيانا الفتحات بيكونوا مغطيين بلاير اوف بروتيوغلايكان بسموه ديافراغم، ولكن هن فتحات فينستريشن ذات هيلب انه يطلع شغلات ويفوت شغلات من خلالهم حسب السايز تبعهم، هو اللي اسمه فينستريتد تايب اوف كابيلاريز، اوكي؟ بينما بدك تاخذوا الساينوزويد مثلا، هذه نوع من اكزامبل ساينوزويدال تايب هذه ضمن بون مارو مثلا، بالبون مارو هو الاديبوسايت اديبوس تيشو اديبوس سيلز، وهو اللي بسمون هيماتوبويتيك سيلز اللي هن اللي من خلالهم بيصير في عندي بروليفريشن لهول السيلز ليصيروا ماتشور ريد بلاد سيلز وواد بلاد سيلز وبليتلت وغيرهم. هذا هو الكابيلاري اللي هون ضمن الـ ضمن الـ ضمن البون مارو اللي اسمه ساينوزويد، اللي تذكروا معن عنده ديسكونتينوس بيزل لامينا وعنده مش كومبليت اندوتيليال سيلز، وبالتالي في فتحات كبار يعني من خلال هذا الدم بيقطع من هون
على بيجي الهيماتوبويتك سيل بتتحول لريد بلاد سيل، لما انا ادخلها على السيركيليشن اللي تقدر تفوت، بتكون سايز طبعا ريد بلاد سيل كبيره، بتكون فتحات ضمن هذا الكابيلاري، نوع من الكابيلاري ان ذيس تايب اوف كابيلاري، يكون فتحاته كبار تو اكوموديت ذا لارج سايز اوف ريد بلاد سيل، يقدر يفوت على الساينوزويد ويصير جزء من السيركيليشن. اوكي، ذاتس انذر ريفيو اوف ذا. هلا هون ما حكينا بعد على الفينيول. اوكي، بالنسبه للفينيول والفين نفس الشيء تركيبتهم. اوكي، بدي اركز انه عندهم انتيما، عندهم ميديا، وعندهم انفنتيشيا بشكل عام. عم بحكي عن الفين، وانه الفين عندهم لارج لومن كومبير تو لومن اوف ذا ارتري، وانه الفين عندهم فالف، وانه الفين عندهم انتيما بس ما عندهم انترنال اكسترنال الاستيك لامينا، اكسبت عند الفيري لارج فين عندهم انترنال الاستيك لامينا. وانه كمان ان الفين انه the thickest layer within the wall of the vein هي مين؟ الادفنتيشيا. وانه the overall thickness of the wall of the vein is less than the overall thickness of the wall of the artery. اوكي، هلا هيدا ان كروس سكشن، هيدا بيمثل فين. اوكي، كمان في حوالينها باريسايت حوالين الفين، ما تنسوا حوالين الباريس، حوالين الفين، وملايين حوالين الكابيلاريز. اوكي، خاصه عند البوست كابيلاري فينيول بنلاقي الباريسايت. اوكي، هذا اتور نقدر نميزهم هون سبيشال ستيل من خلال الثيكنس اوف ذا وول، فيري ثيك وول هون، بينما هول شو هو ثين وول. اوكي، هذه انذر فيو، هذا ارتريول صغير، هذا الوول تبعه، هذا ارتريول صغير، هذا الوول تبعه، هذا اللومن هون الابيض، بينما شايفين الفين كيف ثين وول او ثين وول، وجوا شو هو فيري وايد لومن. اوكي، هذه بلاد فيسل فين مقصوص على طوله، هذا ان كروس سكشن، هذا ان كروس سكشن، هذا على طوله او على طوله، كل هول السيلز بيمثلوا الانتيما. اوكي، احي من هون هي الانتيما، وهذا الاحمر هون بيمثل الانتيميديا تونيكا ميديا، وبرا تونيكا ادفنتيشيا اللي هو ثيكست لاير. اوكي، وهون ان كروس سكشن تبعوا للفينيول، فينيول شو شايفين هون؟ شايفين هول البريمات الصغار، لانه اذا بتتذكروا وقت قلنا انه البلاد فيسلز اللي هن انفولد ان ذا انفلاماتوري ريسبونس ب ذا اكسبريس اندوثيليال سيلز تبعهم اكسبريس بي سيلكتين ليعلقوا عليهم الوايت بلاد سيلز ويعملوا مايجريشن انتو ذا سايت اوف انفكشن، بدي اقول انه المكان اللي من خلاله بيطلعوا الوايت بلاد سيلز بيتركوا البلاد فيسل ليوصلوا على سايت اوف انفكشن هو البوست كابيلاري فينيولز. اوكي، هذا هو المكان، يعني تحديدا باي محل من البلاد فيسل، هل هو بالارتري، هل هو بالارتريول، هل هو بالكابيلر، هل هو بالبوست كابيلاري فينيول او الفينيول الاكبر. لا، من خلال البوست كابيلاري فينيول هونيك بيصير في اكسبريشن او بي سيلكتر على الاندوثيليال سيلز، بيعلقوا عليهم البليتلت وبيعلقوا عليهم الوابل سيلز الثانيين لحتى يعملوا مايجريشن من عند نقطه البوست كابيلاري فينيول out into the site of infection. وهول السيلز البراميد بيمثلوا شو هو؟ white blood cells اللي هن trying to migrate من البلاد فيسل من جوا لبرا into the site of infection من خلال post capillary venule. This is another section كمان representing the veins. اوكي، احو ما في داعي ان هذا comparison، هذا artery وهذا vein، هذا artery شايفينه thick wall ميديا ثيك ادفنتيشيا هون، بعدين هون شو هو انتيما، وبينما الفين فيري ثين وول او ثين وول كومبيرد للاوفر اول ثيك وول تبعه للارتري والوايت لومن. هلا مش مبين هون الفالز، هلا بنشوفها بسكشن ثاني. كمان هيدي انذر سكشن اوف ذا فين، كيف عرفتها فين؟ لانه في فالز، شايفين هول هو بيمثلوا الفالز، انتم خذوا يعني هي مقصوصة يعني كروس سكشن هيدا الفين، هول الفالز، يعني هلا الدم بيكون من تحت لفوق طالع. اوكي، الفالف هيك عندها اثنين ليفلت بيجوا على الجوانب وبيطلعوا طلوع، فالدم بيكون رايح باتجاه واحد، بده يرجع رجوع بيعلق بهول الفالف وبيمنع الباك فلو طبعا. اوكي، سو ذا بريزنس اوف فالف انديكيت ذات ذيس از ا فين بلس، انه تقريبا هذا ثين وورد يعني، بس هذا لارج فين على كل حال. اوكي، هون شو هيدا؟ ميديوم فين هيدا، نعم، وهيدا شو ماسكولار ارتري. هلا ماسكولار ارتري كيف عرفناه؟ من خلال هون استعملوا سبيشالستين، بين هون الانترنال الاستيك لامينا، هذا مثل الرسور هون، هلا الاندوثيليال سيلز طايرين من هون، بعدين هون عندنا تيونيكا ميديا. اوكي، وبرا عندنا هذا البني ادفنتيشيا، هذا فين، كيف عرفتوا فين؟ الاوفر اول ثيكنس اوف ذا وول. هلا مش مبين في فالفز، اوكي، لانه السكشن مصابه الفالف،
وبلس انه بيبين فولدد كتير لانه بيكون وايد لومن، وبس يموت الشخص ونعمل بروسيسنج للتيشو بصير نوع من الكولابس اوف ذا فين، وبيعطيك هالفولدد ابييرنس هيدي اللي بيكون ممكن يأشر على انه فين ليش بيصير فولدد، لانه ما في الاستيسيتي عاليه، وبالتالي بيفقد التونيسيتي المصل تبعها بالداينج ستيت، وبالتالي بيصير شو هو فولدد. بينما لا بحاله الارتري لا نسبه الالاستيسيتي عاليه كثير، وبالتالي بتمنع يعني عاده ما بيبين كثير فولدد اوكي ان ذا كادافر ستيت، بينما which is not the case بحاله الفين لو ما عنده الاستيسيتي عاليه وبالتالي بيبين فولدد ابييرنس بلس انه اللومن كثير عريض هون اوكي. طيب هيدي another section كمان of the vein، بيبين لكم هي شقفة من الفالف فالف اوكي، هذا كله vein احو white lumen thin wall، وهذا شقفة من الفالف اوكي. هيك هلا بشوفها بصورة تانية افضل هون، هيدي كمان بفرجيكم هيدا انتما، هيدي مايلة يعني هلا هذا جزء من اللومن تبعو الفين كبير، هيدا الانتما تبعه هون، هيدي الميديا هون، وهيدي الانفنتيشال هي اعرض شيء، والشقفة اللي هون طالع جزء من هذا الفالفز الموجودة على طريق الفين، يعني الفالفين موجودين بأكثر من محل across the vein okay to prevent back flow of blood okay. هلا اللي بعد الصورة مش مكتملة عنده بنشوف هون، هلا هون هذا بالنسبة للفين، بيبقى عندنا شو الليمفاتيك. شو الليمفاتيك؟ الليمفاتيك هن كناية عن مثل ما حكيت بأول مرة انه الليمفاتيك هن فيسلز بيشبهوا الفين، ولكن بيتميزوا عن الفين بكذا شغله اوكي. شو اللي بيميزهم عن الفين؟ رح نحكي هلا مجموعه من الديفرنسز، بس بشكل عام قلنا خلال اكسشينج اكروس كابيلاري نحن المولك نحن عم نبدلهم مع التيشوز، نبدلهم نستعمل الووتر تبعو البلاد كفيهيكل طريقه لننقل هول مولكيولز خلال الاكسشينج. هلا هذا الفلويد بيطلع لبرا لنقدر يكون كفيهيكل هذا الفلويد لنقل الميتابولايت او المولكيولز للتيشوز، و بالرجعه هذا الفلويد هون بضل برا بيلعب بفوت ثلاث ارباعه من خلال مجموعه البريشرز اللي بتحكم المنطقه هونيك. هلا في ربع الكميه اللي بتضل برا خلال عمليه الاكسشينج هي ما بنخسرها، ما بتفوت بالاليه العاديه، وبالتالي بحاجه انه انا رد على السيركيليشن. لرد على السيركيليشن ما في طريقتين الا انه يفوتهم وين؟ بالليمفاتيك، لان الليمفاتيك كانوا موجودين حد الكابيلاري. وبالتالي هذا الفلويد بفوت اللي اسمه انترستيشن فلويد بفوت على الليمفاتيك كابيلاري، وبقلب الليمفاتيك كابيلاري على طريق الليمفاتيك كابيلاري في جلل صغار بسموهم الليمف نود، هن اجريجيشن اوف ليمفوسايت. وبالتالي هذا الانترستيشن فلويد اللي صار ضمن الليمفاتيك كابيلاري بصير اسمه ليمف، اوكي؟ هذا الليمف بيقطع عبر هول الليمف نود، الليمف نود هن بيلعبوا حائط صد لحتى في حصل في عندي شيء باثوجينيك ضمن الليمف انصنع مقابيله انتي باديز اوكي. وبالتالي وبيكمل طريقه هذا الفلويد، بيخترق الليمف نود، اول الليمف نود بيتفلتر، بعدين الليمف نود ثانيه، اخر شيء يعني المهم عندنا شبكه طويله عارضه من الليمفاتيك جاي من كل السيلز بتشبك مع بعض البعض، اخر شيء الليمفاتيك صغار بفضوا بالليمفاتيك كبار، والاكبر بفضوا بالاكبر مثل الفين يعني. بس شو هو انه شو اسمه هلا من ميت الرايت سايد اوف ذا بودي، الرايت سايد اوف ذا بودي اخر شيء كل الليمفاتيك بفضوا بالليمفاتيك كبير اسمه رايت ليمفاتيك داكت، اون ذا ليفت سايد اوف ذا بودي في عندي الليمفاتيك كبير اسمه ثوراسيك داكت. يعني عمليا الثوراسيك داكت اللي هو اللارج ليمفاتيك فيسل بيعمل كولكشن لكل الليمفاتيك الليمف تبعول الليمفاتيك اون ذا ليفت سايد اوف ذا بودي، والرايت ليمفاتيك داكت اللي بيعمل كولكشن لكل الليمف اللي جاي من خلال الليمفاتيك فيسل on the right side of the body. hot name major lymphatic vessel هو thoracic duct والright lymphatic duct. شو بده يفضوا؟ بده يفضوا حد الفين، يعني حد الفينات الكبار مثل هلا في فينات اسمه واحد اسمه internal jugular vein والثاني اسمه subclavian vein، يعني هن هو مثل الارتري، يعني في subclavian vein internal jugular vein هو حد ال superior vena cava اللي بعدين بده يصير اسمه superior vena cava. المهم هلا ما تحفظوها انه بالنهايه هول التو ميجر ليمفاتيك فيسلز بفضوا بالفين، يعني رجعوا الليمف باك لوين؟ على السيركيليشن، مع فرق انه هذا الليمف اللي رجع باك على السيركيليشن اللي هو عاده فلويد حتى ما نخسره اخر شيء بيكون مزود بشو؟ بانتي بوديز، وبالتالي بيزيد من مناعه الجسم اوكي. هلا هذه هي الليمفاتيك بشكل عام قصتها. هلا بشكل عام عندنا الليمفاتيك كمان نيرلي ان افري سيل ان ذا بودي اكسبت ببعض المحلات
قد ما نلاقي لمفاتك، اوكي؟ مثلا قد ما نلاقي لمفاتك عندكم بالسنترال نيرفس سيستم، اوكي؟ ما بنلاقي لمفاتك بالسنترال نيرفس سيستم. وفي عندنا محل تاني كمان ما بنلاقي لمفاتك اللي هو بالبون مارو. فاذا المحلان اللي هو ما فيهم لمفاتك فاسلز، في اليات تانية لحتى تو كولكت الاكسس فلويد ديورنج كابيلاري اكسشينج وين ضمن السنترال نيرفس سيستم اند دي بون مارو، اوكي. بقى ما بتبقى في عندي لمفاتك مثل ما عندي كابيلاري نير لي افري سيل او حد افري سيل، في عندي لمفاتك حد لحتى يعمل كولكشن للاكسس فلويد اللي بيتجمع برات البلاد فيسل ديورنج ذا اكسشينج اكروس كابيلاري باد، اوكي. عشان هيك كل الليمفاتيك وهن يعتبروا روت اساسي من خلالهم بينتقلوا الكانسر سيلز من محل لمحل. عشان هيك المطارح اللي فيهم اكستنسيف نتورك اوف ليمفاتيك بيكون الريسك اوف ميتاستاسيس اوف كانسر سيلز اعلى، مثل البريست مثلا. بس عندنا رايت بريست صار فيه كانسر لانه في شبكه ليمفاتيك بين رايت بريست والليفت بريست، ففي امكانيه انه ينتقل الكانسر للليفت بريست، او في امكانيه انه ينتقل لحتى اذر اورجنز. هو مبدا الميتاستاسيس. ميتاستاسيس اما بصير من خلال الدم، يعني انتقال الكانسر سيلز من محل اللي هي مصدر الاوريجين اوف ذا كانسر انتو انذر ديستنت بليس. اما هذا الانتقال الكانسر سيلز اما بصير من خلال البلاد او بصير من خلال الليمفاتيك فيسلز. عشان هيك مبدا اساسي عند الاشخاص اللي عندهم تيومرز معينين انه بيستأصلوا بيعملوا بشيء اسمه الليمف نود دايسكشن. يعني هول الليمف نود ضمن الليمفاتيك بيقبعوهم وبيعملوا بيفحصوهم تحت الميكروسكوب ليشوفوا اذا فيهم كانسر سيلز. عادة اذا فيهم كانسر سيلز بيكون انديكيشن انه في عندنا شو ميتاستاسيز، وهذا الشيء بيساعد على تحديد ستيج اوف ذا كانسر، ستيج 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، اوكي. بلس بما انه هن بيعملوا كولكشن اوف ليمف، احيانا بيضطروا ببعض الحالات الكانسر يستأصلوا الليمف، خاصه بالبريست كانسر بيستأصلوا كل شيء اسمه الليمفاتيك فيسل لحتى يمنعوا امكانيه الميتاستاسيس من خلالهم. ولما يستأصلوا كونه انه وظيفتهم الرئيسيه هو تو كولكت ليمف ويمشي الليمف فيهم ليرجع باك على سيركيليشن، عاده الاشخاص اللي بيستأصلون الليمفاتيك فيسل بيعانوا من شيء اسمه ايديما، اوكي. لانه هذا بصير ايديما بالتيشوز خاصه بالايدين وغيرهم. ليش في ايديما؟ ايديما هو يعني accumulation of fluid in the extravascular space اللي هو برات البلاد فيسل. ما هو خلال الاكشن كان الليمفاتيك عم يعمل كولكشن للاكسس فلويد برات البلاد فيسل ان ذا اكسترا فاسكولار سبيس. بينما اذا شلنا الليمفاتيك فيسل بطل في عندي طريقه لاقدر شو دخل هذا الاكسس فلويد انتو الليمفاتيك، وبالتالي بضل متراكم ان ذا اكسترا فاسكولار سبيس. واذا مانيفستد ساعتها هذا الفلويد على شكل شو اديما، بقولوا عبوا ده ماي عبوا جري ماي عبوا بطنوا ماي. فعاده بعض الاشخاص بصير عندهم هالنوع من الاديما if they excise the lymphatic vessels في حال كان عندهم cancer، اوكي. بيبقى اقول انه هلا هذا schematic presentation لهذا الليمفاتيك، هذا اللي شايفينه هلا هذا الليمفاتيك مقصوص على طوله. هلا شو فارق عن الفين؟ هلا تنشوف شو الفرق بين الليمفاتيك والفين. اول شيء انه الوول thinner than the wall of the vein. نعم، اول شيء الوول of the lymphatic vessel thinner than the wall of the vein. طيب هي واحدة. اثنين، العدد الفالفز بالفين اللي هو عدد الفالفز بالليمفاتيك اعلى بكتير من عدد الفالفز من الفين، اوكي. لنفس المبدا بالمناسبه، لان الليمفاتيك الليمفلس مشي بالليمفاتيك فيسل بيكون فيري لو بريشر، وبالتالي يعني سهل انه تعمل باك فلو. لازم يكون في فالفز وحده هون وحده هون بتطلع هيك بيمنع رجوع الفلويد، لانه البريشر تبعون الليمف بطيء او ضعيف ضمن الليمفاتيك. فعندهم نيمورس فالفز، اوكي، وعندهم ثين وول، اوكي، وعندهم وفي شغله انه اللايرز بالمناسبه مثل اللايرز تبعون الفين، يعني انتيما وميديا وادفنتيشيا، بس الفرق انه رقيقه انتيما فيري ثين. هو اكثر شيء الميديا، الميديا فيري ثين حتى ثينر ذان ذا ميديا اوف ذا فين، وما بتقدروا تعملوا distinction between the different tunics within the wall of the lymphatic. بينما بالفين نقدر نميز الانتيما على الميديا على الادفنتيشيا، بالليمفاتيك عندها انتيما وميديا ادفنتيشيا، بس صعب الديستنكشن بين ذا ديفرنت لايرز ان اكروس سكشن، اوكي. هذه كمان وان اوف ذا ديفرنسز بين ذا ليمفاتيك اند ذا فين، اوكي. وعندهم نيمورس فالف ثينر وول
طب شغله رابعه شو هي؟ انه بترتيبه الاهلاوي بتلاحظوا الاندوتيليال سيلز عند النوع عاملين مثل ليكو الاندوتيليال سيلز تبعوا الهيلمفاتيك. الليمفاتيك از بلايند اندد، ليكو مسكره بعكس الفان، فان مفتوحه اوكي مش مسكره، بلايند اندد اوكي. طب اذا بلايند اندد معناتها اذا عندي تيشو هون هلا وفي فلويد هون انا بدخله على الليمفا، كيف بفوت؟ بفوت هيك بهالطريقه هيدي، لانه هول الاندوتيليال سيلز تبعهم معه عاملين مثل فالف من خلال الاندوتيليال سيلز، شايفين كيف؟ يعني الفالف تبعهم منهم وفيهم، الاندوتيليال سيلز بتطعش بهالطريقه هون، بتطعش بهالطريقه هون، بفوت الليمف من هون لجوا هلا وبيمشي هيك. هلا ليش ما بيرجع رجوع لورا؟ لانه هي بتلعب دور الفالف، هول اللي قصدنا فيهم نيمورس فالفز، معمولين من الاندوتيليال سيلز ذم سيلز. وهول الاندوتيليال سيلز سبورتنج ميلت برا باي انكرينج فيلمنت، يعني مهدينهم فيلمنت معينين لحتى يقدروا يقوموا بدور الفالف، وبالتالي بفوتوا من هون بيطلع لبرا، هاي الليمف بفوت هيك من هون لهون، اذا بده يرجع الجوع اوكي وجود هول الفالف بيمنع الباك فلو طبعا، او بفوتوا هيك في حال بترجع الفلويد بيقوم بدق هون وبدق هون، وبالتالي ما بيرجع لورا، بيلعبوا هول هذا الشكل بيلعب دور الفالف. فصار عندي كذا ديفرنت ثينر وول، نو ديستينكشن بتوين ذا لايرز اوف ذا وول، عندنا نيومرس فالفز، وعندنا شو كمان قلنا غير النيومرس فالف، بعد في شغله بلايند اندد اوكي، هوديك الفيز منهم بلايند اندد. بعد في فرقيه انه اذا بتطلعوا على كروس سكشن اوف الليمفاتيك شو رح تشوفوا؟ ليمف. بدنا تطلع على كروس سكشن اوف اوف فين شو رح نشوف؟ بلاد. هذا فرق اساسي، هون في بلاد هون في ليمف او انترستيشن فلويد، هذا السكشن بتبين المعنى. طلعوا هذا فين اوكي، هذا فين، كيف عرفت؟ وهذا شو؟ عفوا هذا فين، هذا الفين، وهذا الليمفاتيك فاسل، كيف عرفت؟ الدم هذا الاحمر هو بلاد، بينما هون ما في بلاد، هذا هون في ليمف ما ببين كثير على البروسيسنج، بينما الاحمر هو بلاد. فهلا طبعا كمان الوول ثيكر شوي هون من هون اوكي. هلا هيدي على طول مقصوصه الليمفاتيك فاسل الاحيه، هذا اللي قصدناه، الاندوتيليال سيل بيلعبوا دور مثل الفالفز هيك، ها وحده هيك ووحده هيك. هلا بفوت الليمف من هون هيك بيمشي هيك اوكي، بيمشي هيك، اذا بده يرجع رجوع بيرجع، هذه هي فالف احيه، عامله هي فالف هيك، وهيدي عامله فالف هيك، الليمف بيمشي من هون هيك، اذا بده يرجع رجوع بيقوم بيعبي من هون، بيعبي من هون، بصير في عندي prevention for the back flow of lymph لورا اوكي. طبعا نفس الشيء كمان في عندي muscles حوالين الليمف، contraction of muscles هن من العوامل المساعده على انه الفلو يمشي اوكي، بلس انه الكونتراكشن اوف ذا سموث ماسل ضمن الميديا تبعها، كل هذه عوامل بتساعد على انه الفلو يمشي بهذا الاتجاه يوني دايركشنال فلو. ليش ما بيرجع الرجوع؟ لانه في عندي فالفز اوكي، بهالطريقه هيدي وينشور انه على طول الليمف بيتقدم لقدام ما بيرجع لورا، كونه البريشر وذين ذا ليمف اور وذين ذا بلود وذين ذا فين از فيري لو بريشر اوكي. اوكي هيك بنكون نحن، فاذا ما بعتقد بعد في شيء اساسي، خلصنا تقريبا كل التشابترز. على كل حال في عندكم في بالنسبه للريكومنديشن انه هذا التشابتر عمليا ما في شيء مستثنى منه، بدنا نقراه كله، بس بدي الفت النظر على انه الصور ضروري تركزوا على الصور بهذا النوع من الكتاب، الصور والفيجر ليجندز تبعهم، كل التعليقات اللي تحت الصور اساسيه لانه تعطيكم جود سامري عن التكست، وبنفس الوقت ممكن تعطيكم اديشنال انفورميشن وبتخليكم تركزوا فهم الدرس بشكل جيد اوكي. على كل حال انا قدمت هذا التشابتر، يمكن اخذ معي مثل ما تسمعتوا انا عم بحكي مع محمد انه قد يبين لكم انه هو ثلاث ما فيش ساعتين اساسا بعتقد اوكي. على كل حال شو ما كان هذا، ان شاء الله اكون قدرت قدمت الصوره واضحه، بس ضروري تقروا التشابتر وبعدين تتسمعوا للليكتشر، وفي حال عندكم اي سؤال ان شاء الله بنلتقي على زوم سيشن نيكست ثيرزداي على الساعه 11 للساعه 1 اوكي. يلا يعطيكم العافيه.